شريط فيديو بث على الإنترنت يزعم أنه صور يوم 8 نوفمبر تشرين الثاني الحالي، ويظهر محتجين يتظاهرون في شوارع القطيف هاتفين بعبارات مناهضة لمحافظ المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد. يذكر أن قوات الأمن السعودية قتلت رجلين بالرصاص في سبتمبر أيلول الماضي إثر مداهمتها بيتا في القطيف وهي تفتش عن شخص ملاحق قضائيا. حينها صرحت الحكومة بأنها كانت تسعى إلى إيقاف 23 شخصا تبحث عنهم العدالة بتهمة التحريض على زعزعة الأمن في القطيف. تظاهرات السكان الشيعة ضد ما يصفونه بالتمييز الرسمي المنظم ضدهم أصبح مشهدا مألوفا في المنطقة الشرقية رغم القبضة الأمنية التي تفرضها السلطات السعودية. وفي بيان صدر الشهر الماضي حذرت وزارة الداخلية من مغبة تنظيم تجمعات أو المشاركة في تجمعات أو مسيرات مخالفة للقانون، ويدعو حقوقيون سعوديون المحتجين إلى إيصال أصواتهم إلى ملك السعودية لإطلاعه على حقيقة الوضع الذي يعيشونه. يجب عليهم هؤلاء الجهتين اللي هي هيئة حقوق الإنسان والجمعية أن تكتب تقرير متعاقب وترفعه للملك وتظهر عوار الحقيقة السلطة التنفيذية وما تقوم به من انتهاكات وعدم رقابة للسجون. هناك سجون الحقيقة السرية مليئة بالمعتقلين وأصحاب الرأي والفكر. السلطات السعودية من جهتها تقول إنها لا تميز ضد الشيعة وبأن الرجلين اللذين قتلا لقيا مصرعهما في اشتباكات مع الشرطة.